السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في صفحة 74. التطبيقات الكتابية. أولا، أضع الأفعال في مكانها المناسب. يحضران، تساهمان، تشاركان، نزين، نحافظ. قالت زينب: أنتما بقصص من مكتبة الفصل. وعلي وإيدر صورا بها حجة الدرس. إذن قالت زينب: أنتما تساهمان. بقصص في مكتبة الفصل وعلي وإيدر يحضران صورا نزين زين بها حجرة الدرس. وكنزة وإيتو تشاركان تساهمان يحضران نزين بأغلفة نحافظ بها على بعض الكتب. أما أنا فقد أعددت لائحة بعناوين الكتب التي تشتمل عليها مكتبتنا. ثانيا، أطلب من عبد الله وعثمان أن ينخرطا في نادي كرة السلة بالمدرسة كما في المثال. حمزة، أرجوك انخرط في نادي كرة السلة. عبد الله، عثمان، أرجوكما انخرطا. في نادي كرة السلة. ثالثا، اكتب الفعل المناسب قبل الجملة ثم أغير حركة ما كتب بالأحمر. ليس الكذب نافع. إذن ماذا ستصبح الجملة؟ نكتب ليس الكذب نافعا. ليس الكذب نافعا. المريض متألم. بات المريض متألما. السماء غائمة. صارت السماء غائمة. أكتب كل كلمة في الفراغ المناسب. تعرض، عرض. الهادي إلى حادث ونفسه إلى الطبيب. إذن نقول تعرض الهادي إلى حادث وليس عرض. تعرض الهادي إلى حادث وعرض نفسه على الطبيب. وعرض نفسه على الطبيب. عامل استعمل الدواء بنصائح الطبيب. إذن استعمل الدواء. إس وعامل بنصائح الطبيب. خامسا، أحاكي الأسلوب الآتي. لولا المتبرعون بالدم لما كان الهادي حيا. لولا عمال
النظافة لما كان الحي نظيفا. لما كان الحي نظيفا.